بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بأعزائي الطلاب في البرنامج المطور لعماد التعليم عن بعد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سأكون معكم خلال هذه المحاضرة 26 لمقرر مبادئ التأمين وإدارة المخاطر مستوى 3 لقسم إدارة الأعمال. للتذكير، كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة بعض المفاهيم المرتبطة بالتعويض، وتحدثنا بالتحديد عن معنى التعويض، ماذا نعني بالتعويض، ثم تحدثنا عن يعني أنواع وطرق تعويض المتضررين، وقدمنا المبادئ القانونية للتأمين وعلاقتها يعني بالتعويض. في هذه الوحدة سنقدم المبادئ القانونية لعقد التأمين. إذن في هذه الوحدة سنتعرض بالتحديد إلى مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ منتهى حسن النية، ومبدأ السبب القريب. إذن كما ذكرنا في المحاضرة الفارطة، المبادئ القانونية هي دعائم أساسية وتعتبر من أسس قيام العمل التأميني، فلا يمكن يعني التعويض بدون فهم جيد لي يعني لقيم وأسس القانونية لعقد التأمين. وهنا نذكر العديد من المبادئ القانونية لعقد التأمين، وسندرس يعني كل هذه المبادئ مبدأ تلو الآخر. هنا مبدأ المصلحة التأمينية. ينص مبدأ المصلحة التأمينية على أنه لا بد من قيام مصلحة معتبرة قانونا بين طالب التأمين والشيء أو الشخص موضوع التأمين، حيث ينتفع من عدم تضرره واستمرار بقائه، ويتضرر إذا ما تحقق الخطر ولحق بهذا الشيء أو الشخص أي ضرر. النقطة هذه هامة جدا، والمبدأ هذا هام جدا، لأنه لا يمكن تأمين أي خطر لنا مصلحة في وقوعه. إذا لا يمكن تأمين أي خطر إذا كانت لنا مصلحة في وقوعه. مثلا إذا كانت لنا مصلحة في وقوع الحريق لا يمكن التأمين. إذا كانت لنا مصلحة في وفاة شخص فلا يمكن أن نتحدث عن تأمين الحياة في حالة وفاة. إذن التأمين يقوم على أن تكون المصلحة في عدم وقوع الحدث، في عدم وقوع الخسارة. إذن إذا كانت لنا أي منفعة، وهنا إذا كانت لنا أي منفعة في وقوع الحادث، فهنا لا يعتبر الحادث قابل للتأمين أو الخطر قابل للتأمين. فالمخاطر القابلة للتأمين والتي بعد ذلك يمكن تعويضها هي كل المخاطر التي تكون يعني ليس لنا مصلحة في وقوعها، ليس للمؤمن له مصلحة في الوقوع، المؤمن أيضا ليس له مصلحة في وقوع الحادث، وأيضا المستفيدين ليس لهم مصلحة في وقوع الحادث. إذن وهنا نذكر مثلا إذا كان زوجة مثلا قام زوجها ب يعني التأمين على الحياة في حالة الوفاة، فالمستفيدة ستكون الزوجة. إذن في الحالة العادية أن هذه الزوجة ليس لها مصلحة في وفاة زوجها، إذن في هذه الحال يمكن أن نتحدث عن عقد تأمين على الحياة في حالة الوفاة. لكن إذا تبين لدى شركة التأمين أن مثلا هذه الزوجة قد قامت بالفعل بقتل زوجها لي يعني تستفيد من يعني التعويضات، في هذه الحال يلغى عقد التأمين ولا تتمكن هذه الزوجة من هذا التعويض، لأنها كانت في مصلحة لوفاة الزوج. ففي هذه الحال يعني عقد التأمين يكون على الحياة في حالة الوفاة يلغى، ولا تنتفع يعني المستفيدة هنا من يعني عقد التأمين. ففي كل الحالات يجب أن يكون الخطر ليس لنا مصلحة في وقوعه. هذا ما نعني به يعني
مبدأ المصلحة التأمينية. هنا ما هي أسباب ظهور هذا المبدأ؟ أولا منع المقامرة، لأنه إذا كان يعني لدينا مصلحة في وقوع الحادث فستكون فيه مقامرة، لأنه إذا وقع الحادث فإني سأتمتع بالتعويضات، إذا لم يقع الحادث ففي هذه الحال يعني ليس هناك أي خسارة بالنسبة للمؤمن له. فمبدأ المصلحة التأمينية ينفي وجود المقامرة في عقود التأمين. إذن ثاني نقطة هو التقليل من الأخطار الأخلاقية في ذلك القضاء، على التفكير في ارتكاب أفعال متعمدة تسبب الخسائر مثل جرائم القتل أو الحرق العمد. وأعطيتكم مثال الزوجة التي يمكن أن تستفيد من التعويضات إثر قتل زوجها. ففي هذه الحال إذن يأتي مبدأ المصلحة التأمينية حتى يعني يقلل من هذه الأخطار الأخلاقية الإرادية بالطبع. هنا بالنسبة لمبدأ المصلحة التأمينية يمكن من منع المقامرة وتقليل من الأخطار الأخلاقية. أيضا يمكن هذا من قياس الحد الأقصى للتعويض. بالنسبة لمبدأ المصلحة التأمينية في تحديد قيمة التعويض الذي يمكن للمستفيد أن يحصل عليه من المؤمن. إذا أعطيكم مثال هنا، إذا كان الدائن المرتهن قد أمن على عقار بمبلغ 1 مليون ريال، وعند احتراق المبنى اتضح أن الدين هبط إلى حدود 600 ألف ريال، فإن هنا المصلحة التأمينية في عدم وقوع الحادث للمبنى هي الآن تكون في حدود 600 ألف ريال فقط، وبذلك التعويض على أقصى حد يكون 600 ألف ريال. إذن هنا يتغير التعويض بتغير يعني قيمة أو بتغير المصلحة التأمينية لحادث أو خطر معين. إذن النقطة الثانية والمبدأ الثاني هو مبدأ منتهى حسن النية. ماذا نعني بمبدأ منتهى حسن النية؟ يبنى هذا المبدأ على ضرورة أن يقوم كل من طرفي التعاقد بالإفصاح عن جميع الحقائق للطرف الآخر، فلا يخفي بذلك أي بيانات تكون جوهرية بالنسبة للتعاقد. وهنا قلنا أنه من التزامات المؤمن له هو أن يدلي بكل المعلومات المرتبطة بالخطر. لماذا يدلي بكل المعلومات المرتبطة بالخطر؟ لأن هذه المعلومات ستؤثر في حساب القسط، وأيضا ستؤثر في حساب التعويض. ولذلك بالنسبة للطرفين يجب أن يدلي بجميع المعلومات المرتبطة بالخطر. إذا أخل أحد الطرفين بهذا المبدأ فإن العقد يصبح باطلا أو قابلا للبطلان تبعا لسبب الإخلال. إذن تخضع جميع عقود التأمين بكافة أنواعها، سواء كانت عقود شخصية أو غير شخصية مثل الحياة والحريق والتأمين البحري، لهذا المبدأ. إذن هنا نقطة هامة جدا، تخضع جميع عقود التأمين بكافة أنواعها إلى مبدأ منتهى حسن النية. ونشير أيضا إلى أن مبدأ المصلحة التأمينية هنا أيضا يمكن تطبيقه لكل أنواع التأمينات. إذا تأمينات شخصية أو عقود غير شخصية مثل الحياة والوفاة. إذا ويلتزم هذا المبدأ كافة ويلزم هذا المبدأ كافة أطراف التعاقد بتوافر حسن النية في عملية ما قبل التعاقد وأثنائها وفترة سريان عقد التأمين. النقطة هذه هامة جدا. فبالنسبة لي منتهى حسن النية لا ينتهي قبل توقيع العقد، لكن مبدأ منتهى حسن النية يجب أن يتواصل قبل وفي أثناء وبعد توقيع العقد. قبل التوقيع هنا يجب على المؤمن له أن يدلي بكل المعلومات المرتبطة بالخطر، وأثناء
العقد التعاقد أثناء التعاقد، فنعلم أنها ستكون فيه متغيرات كبرى ترتبط بهذا الخطر. فكلما كان فيه تغيرات أو تغير، كلما كان يعني المؤمن له ملزم بإعطاء هذه المعلومات وهذه التغيرات بالنسبة للخطر المؤمن عليه. وأيضا بعد التعاقد، إثر مثلا إعادة التعاقد، هنا ستكون أيضا فيه تغيرات في المتغيرات المرتبطة بالخطر، وهنا أيضا يجب أن يدلي المؤمن له بكل يعني هذه المعطيات. وأيضا يجب أن يدلي المؤمن له بكل المعلومات المرتبطة بالحادث إثر وقوعه، أسباب وقوع الحادث، ما هي أسباب وقوع الحادث، هل هو يعني له مسؤولية في وقوع الحادث. إذن يجب أن يدلي بكل هذه المعلومات قبل بعد وأثناء يعني وقوع الحادث، وأيضا أثناء سريان عقد التأمين. إذن هنا توافر المبدأ من جانب المؤمن له. بالنسبة للمؤمن له، يجب أن يدلي المؤمن بجميع البيانات والحقائق المتعلقة بالتأمين المطلوب، ويجب أن تكون هذه البيانات سليمة دون إخفاء أو تشويه لأي معلومة، وذلك سواء عند التعاقد أو أثناء سريان العقد أو عند تحقق الخطر المؤمن ضده. بالنسبة لأهمية المبدأ بالنسبة للمؤمن، على ضوء إجابة المؤمن له على الأسئلة الموجودة بطلب التأمين وما يدلي به من بيانات ومعلومات، يتخذ المؤمن القرار بقبول أو رفض التأمين. هنا هام جدا مبدأ أهم، مبدأ منتهى حسن النية، يمكن من أخذ القرار هل نؤمن هذا المؤمن له أو نرفض تأمينه. وأخذ قرار بالنسبة لشركة التأمين هذا هام جدا، لأنه إذا كانت كل المعلومات تشير إلى أن هذا الشخص يعني يعتبر ذا خطورة كبرى، فشركة التأمين هنا لن تقبل تأمين المؤمن له. لكن هنا إذا كانت يعني درجة الخطورة مقبولة، فشركة التأمين ستقبل التأمين. ولكن إذا أخفى الشخص أو الطالب للتأمين يعني معلومة هامة جدا، فمن الممكن أن شركة التأمين تقبل يعني تأمينه، ولكن يقع مباشرة الخطر وتتعرض شركة التأمين إلى يعني خسائر ويعني ومطالبات بالتعويض. ولكن هنا إن ثبت أن المؤمن له قد أخفى معلومات، ففي هذه الحال ستكون فيه إخلال بمبدأ منتهى حسن النية، وسنرى جزاء الإخلال بمنتهى حسن النية. إذن تتوقف الآثار المترتبة على إدلاء المؤمن له ببيانات غير سليمة أو إغفاله بعض البيانات على مدى أهمية هذه البيانات من ناحية، وعلى ما إذا كان الإغفال قد تم بحسن نية أو سوء نية من ناحية أخرى، وهذا قد يؤدي إلى 3 احتمالات. إذن هنا لدينا نقطتان. النقطة الأولى هو أن هذه البيانات هل هي بيانات جوهرية، واضح، وهل عدم الإدلاء بهذه المعلومات كان عن حسن نية أو عن سوء نية. ففي كل حالة سيكون يعني نتيجة لنتائج يعني الإخلال بالمبدأ. إذن عند إخفاء بيانات غير جوهرية في هذه الحال فلا يبطل العقد، ولكن ينبغي تعديل شروط. هنا سنقوم بشركة التأمين تقوم بتعديل شروط العقد، ومثال ذلك الأمور التي يعرفها الجميع مثل خطر الحرب. هنا خطر الحرب ممكن أن يضيف في حالة وقوع الحرب، وهنا يعني نقوم بتعديل الشروط بالنسبة لشركة التأمين والعقد بين شركة التأمين والمؤمن لها. إذن النقطة الثانية عند إغفال بيانات جوهرية بحسن نية، هنا أخفي يعني بيان جوهري
ولكن هنا بحسن نية. مثلا أنه عندما مثلا تريد تأمين منزل ضد الحرائق، ف يعني لا تدلي بمعلومة أن المنزل يجاوره مثلا محطة بنزين. هنا ممكن أني أسهو على هذا الخبر، فلا أعطي هذه المعلومة لي، لا أدلي بهذه المعلومة لشركة التأمين، وذلك عن يعني حسن نية. فإن في هذه الحال العقد يكون قابلا للبطلان، يمكن أن يعني نلغي العقد، ويعتمد ذلك على رغبة المؤمن. مثال ذلك حالة وجود مركز خطر بجوار المنزل المؤمن عليه، مثل محطة بنزين هنا مثل ما ذكرت. إذن هذا هام جدا. ممكن بالنسبة لهذا العقد يمكن البطلان، ويمكن أيضا التعديل. مثلا إذا قبل المؤمن له برفع قسط التأمين في هذه الحال، في هذه الحال يمكن أن يتفق الاثنان على يعني المواصلة في هذا العقد في التأمين، في عملية التأمين، لكن برفع قسط التأمين. إذن عند إخفاء بيانات جوهرية بسوء نية، هنا عندما مثلا أعلم أني عندي مرض يعني مزمن، لدي مرض مزمن وأخفيه على شركة التأمين، فإن العقد يبطل بطلانا مطلقا، ويكون للمؤمن الحق في الاحتفاظ بما دفعه المؤمن له من أقساط تأمين أو عربون للتأمين، بشرط أن يثبت الإخلال بمبدأ منتهى حسن النية عن قصد وتعمد. هنا نقطة هامة جدا بالنسبة لإخفاء بيانات جوهرية، هذا يؤدي إلى أول شيء بطلان العقد، وثاني نقطة أنه المؤمن له مهما تكون قيمة القسط الذي دفعه سيبقى لشركة التأمين، ستحتفظ به شركة التأمين. أعطيكم مثال في التأمين على الحياة، يعتبر المؤمن له أنه قد أخل بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى عن شركة التأمين أنه أصيب بمرض معين يسأل عنه عند التعاقد، أو إذا لم يذكر أن هناك أمراض وراثية معينة في أسرته، أو إذا أعطى بيانا غير صحيح عن عمره. في كل هذه الحالات يعني يمكن بطلان العقد، وأيضا يعني خسارة مبلغ القسط الذي دفعه المؤمن له. إذا المثال الثاني، في التأمين ضد الحريق يعتبر إخلالا بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى المؤمن له وجود مواد ملتهبة في المكان موضوع التأمين. أيضا في التأمين ضد السرقة، المثال الثالث، يعتبر إخلالا بمبدأ منتهى حسن النية إذا أخفى المؤمن له وجود باب سري يوصل إلى خارج البناية، وهذا الباب السري ممكن أن يكون سببا في وقوع الحادث. إذا المبدأ الثالث والذي سندرسه في هذه المحاضرة هو مبدأ السبب القريب. هنا يشترط لقيام المؤمن بدفع التعويض أن يكون الخطر المؤمن ضده هو السبب القريب والمباشر، لا السبب البعيد لحدوث الخسارة. ويقصد بالسبب القريب هنا سببا لا زمنيا، بمعنى أن يكون السبب الفعال الذي أدى وقوعه إلى سلسلة من الحوادث أدت في النهاية إلى وقوع الخسارة المادية. وتتمثل هي أهمية هذا المبدأ في أنه يحدد مدى أحقية المؤمن له في الحصول على التعويض. نقطة هامة جدا بالنسبة لمبدأ السببية، السببية لا ترتبط بسبب قريب، لا يرتبط بالقرب الزمني ولا بالقرب المكاني. هنا القرب السببي، ما هو السبب القريب لوقوع الحادث، والسبب الذي أدى إلى سلسلة من الحوادث حتى أدى إلى خسارة، إلى وجود هذه الخسارة. هذا هام جدا، لأن هذا السبب القريب هو الذي أيضا سيكون سببا لقرار شركة التأمين، هل تقرر، هل تعوض المتضرر أم تقوم بعدم تعويضه. هنا نشير إلى أنه بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية
قلنا أنه مهما يكون سبب قريب أو بعيد، شركة التأمين ملزمة على التعويض. لكن في تأمين الممتلكات والتأمينات الأخرى، هنا يجب أن يكون السبب القريب الذي يمكن من أخذ قرار التعويض أو عدم التعويض. إذن ما هي الحالات التي تظهر عند تطبيق مبدأ السبب القريب؟ إذا تحقق الخطر المؤمن منه وكان هو السبب الوحيد لوقوع الخسارة المالية، فلا توجد مشكلة ويحق للمؤمن له الحصول على التعويض. ثم النقطة الثانية، إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن سلسلة أخطار متتالية لا يوجد خطر منها مستثنى بالوثيقة، فلا يوجد مشكلة أيضا، ويستحق المؤمن له الحصول على التعويض. ولكن إذا وقع الخطر المؤمن منه ضمن مجموعة من الحوادث المتتالية، منها ما هو مستثنى ومنها ما هو مغطى بالوثيقة، فيجب أن يكون السبب القريب للخسارة هو الخطر المغطى نقطة هامة، وليس الخطر المستثنى بالوثيقة. يجب أن يكون السبب القريب لوقوع الحادث في هذه الحال هو السبب المغطى وليس السبب المستثنى بالوثيقة. أعطيكم مثال في نهاية هذه المحاضرة. إذا اشترى شخص وثيقة تأمين على منزله ضد الحريق، حيث أنه من المعروف في هذه الوثائق ما تستثنى خطر الحريق الناتج عن انفجار الأجهزة الكهربائية، هنا استثناء في يعني خطر الحريق هو كل الحرائق التي يعني يكون سببها انفجار في أجهزة كهربائية، ونفترض هنا حدوث انفجار في أحد الأجهزة الكهربائية نتيجة حدوث حريق هائل أدى إلى خسائر وتلف محتويات المنزل. هنا من حق شركة التأمين في هذه الحالة أن ترفض دفع التعويض، لأن السبب القريب للحادث هو الانفجار وهو خطر مستثنى من الوثيقة. إذا كان الخطر المستثنى من الوثيقة، إذا كان السبب القريب خطر مستثنى من الوثيقة، ففي هذه الحال لا يمكن تعويض المتضرر. إذا في هذه الوحدة تعرضنا إلى مبدأ المصلحة التأمينية، ثم مبدأ منتهى حسن النية، ومبدأ السبب القريب. في الوحدة القادمة إن شاء الله سنتناول مبدأ التعويض والمشاركة، وهي مبادئ الأخرى لعقد التأمين. هنا لا يبقى لي أعزائي الطلاب إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا. السلام عليكم.